واصل النائب الاول لمحافظ صلاح الدين اسماعيل خضير لهلوب تواجده اليومي للاشراف على اجراءات ضبط الحدود الشماليه لمحافظه صلاح الدين مع محافظه نينوى لضمان تطبيق قرارات خاليه الازمه بما يضمن سلامه ابناء المحافظه وعدم انتشار فيروس كورونا. واشاد الهلوب بالجهود التي يبذلها منتسبو القوات الامنيه والملاكات الصحيه في فحص الوافدين والبضائع الغذائيه التي ترد الى صلاح الدين وفق شروط السلامه العامه.